وفيما يخص سلامة السد، تقوم ملكاكة إدارة سد خاصة شاي بمراقبة أجهزة التحسس التي تتضمن البيزومترات، وهي مستشعرات مصممة لاكتشاف الضغط الماء المسامي في جسم السد، وخلايا الضغط التوتال بريشر، وهي مستشعرات لقياس الضغط الكلي للتربة في جسم السد. أما الاكسيزوميتر، وهي من المستشعرات المزروعة في أساس وجسم السد لقياس الهطول والتشوه. ويوجد أيضا التويدرين، وهي نقاط موزعة لقياس تصريف الماء المرتشح من جسم السد. كما توجد نقاط مساحية لغرض المسح الدقيق موزعة على السد ومنشآته لرصد الحركة العمودية والأفقية المحتملة. ويتم رصد هذه الأجهزة أسبوعيا، عدا نقاط المسح الدقيق يتم رصدها سنويا، ويتم تقييم هذه القراءات دوريا وإرسالها إلى الهيئة العامة للسدود والخزانات. وتعتبر معرفة بيانات البيزومترات وخلايا الضغط والتوتال بريشر والإكسيزوميتر وبيانات المسح الدقيق مكونا أساسيا لفهم سلوك التربة في جسم السد وأساساته. جميع القراءات طبيعية لحد الآن وضمن الحدود المسموحة بها. ضياء نجم عبد الله، مشروع سد خاصة شاي، معاون رئيس مهندسين مختلف.